السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد وهنا محمد سعيد من قناة تقسيم التعقيد، والفيديو رقم 2 في كورس الجرامر بيتكلم عن فيرب تو بي. ده مهم جدا الطفل يكون عارفه. واللي برونونس اللي هي ضمائر الفاعل، عندنا 7 ضمائر فاعل. رقم 1 هو كبيرة جدا كده، كويس تمام. عندنا برونون 7: I, you, she, he, it. دول ضمائر المفرد. I يعني أنا، you يعني أنت، she يعني هي، he يعني هو، it يعني هو وهي لغير العاقل، تمام. لكن احنا عارفين ان الاي واليو بتعامل معامله الجمع، بتاخد الفيرب تو بي معامله الجمع. ما علينا، الفيرب تو بي هو بي دي معناها يكون، بتنقسم لثلاث ايه؟ اقسام اللي هم مين؟ الام والاز والار. الام لها استخدامات والاز لها استخدامات والار كمان لها استخدامات. الام معناها يكون، ما بتجيش غير مع الاي. اي ام يعني انا اكون. اي ام يعني انا اكون. اقول بقى اي ام ليت، انا متاخر. احنا خدنا الحصه اللي فاتت انواع الجمل وانواع الاسماء، وهنكمل ان شاء الله بس هنخلص ده، وهناخد الفيربس الافعال والادجكتيفز اللي هو بارتس اوف سبيتش، اجزاء الكلام. اي بتاخد ام، اي ام يعني انا اكون. ليت، اي ام ليت يعني انا متاخر. اليو بتاخد ار، يو ار ليت انت متاخر. الشي بتاخد از، شي از ليت هي متاخره. الهي بتاخد از، هي از ليت هو متاخر. الات لغير العاقل بتاخد از، هي ات ليت، ات از ليت هو او هي لغير العاقل متاخر. يبقى الهي والشي والات بياخدوا از، واليو بتاخد ار ومعاها الذي والوي، والاي بتاخد ام. لكن هو هنا كمنهج انجلش هم مصنفين الاي واليو تبع الايه؟ المفرد، لكن بياخدوا فيرب تو بي غير المفرد. سهله جدا احنا عارفينها. طيب هنا بقول لي سنجلر ناون مينز وان، الضمائر الفاعل المفرده تعني واحد. اي انا، يو انت، شي انت، هي انت، ات انت، هو وهي غير العاقل. بقول الاي واليو والشي والهي اند ات، تمام، ريفير تو وان، بتشير لايه؟ لواحد مفرد. ام واز ار فورمز اوف بي، اشكال شكل فيرب تو بي اللي هو ايه؟ يكون. نكمل. طب ايه اللي بتساوي الضمائر دي؟ ماريا از ليت، ماريا دي بتساوي شي. يعني انت ما تقولش انا بدور هنا على فيرب تو بي احط از وهي بدور على هي وشي، لا، كلمة ماريا تعادلها كلمة شي، ده هو ضمير مفعول، ضمير الفاعل. ماريا از ليت، أو ممكن أقول شي از ليت، تمام؟ بيقول لي هنا بروناونز ريفير تو ناونز، بيقول لي شي في، شي في م... في م... بيقول لي هنا الشي دي بتعادل كلمة ماريا في مناين، يعني اسم بنت، وهي بتعادل توم بتعادل كلمة هي اللي هو مصلين. توم أو توم is late، هي is late، يعني ممكن أي اسم بنت أو شي، أو أي اسم ولد أو هي، يعني الضمير ممكن يكون ضمير هي أو شي أو اسم واحد أو اسم ولد أو اسم إيه أو اسم بنت. ممكن مثلا my father، ممكن يكون my mother، my sister مثلا، أو my brother. طيب هنا بقول لي باص 10 از ليت، الاتوبيس رقم 10 متاخر. الباص ده ايه؟ ده حاجه غير عاقل، ممكن اقول كمان عليه ات. يبقى شي او اسم بنت، هي او اسم ولد، ات او اسم غير عاقل زي باص، زي دوج، زي اي ايا كان، تمام. طيب اكسرسايز طبعا هتنقلهم عندك في الكراسه او هتوقف الفيديو وابنك يحل الايه بعد ما يذاكر النقطه دي. بقول لي هنا اكسرسايز لوكينج ات جرامر شارت 1، write the correct pronoun he or she or it. Some items have two answers. بقول لي بعض الحاجات لها اجابتين، خد بالك. ماري هو حل اول واحد، تساوي ايه هنا؟ she. طب ديفيد؟ he. مستر سميث؟ he. كندا؟ it غير عاقل. دكتور جونز؟ he. مستر ويلسون او مسز ويلسون؟ she. بروفيسور لي؟ he. English it. Robert Robert he Miss Ellen
she. ده اكسرسايز على الايه؟ على الهي والشي والايه؟ والات. طيب اكسرسايز نمبر 2 بيقول لي complete the sentence with am او is او are. هنا عكس بقى، احنا خدنا am بتيجي مع مين، والهي بتيجي مع مين، والشي او الاز بتيجي مع مين او. طيب he is here هو يكون هنا ليه حاطين is؟ علشان الضمير الفاعل هنا ايه؟ مفرد. طيب الجمله الثانيه you space late you ايه؟ you are طبعا you بتاخد ار وانت مغمض، طبعا ده موجود عندنا في المنهج. طيب it gaps gap ready it ايه؟ it is انت بتاخد از وانت مغمض على طول. she not early she is early I not hot am بتيجي مع اي يا جماعه؟ I am hot. he not cold he is cold طبعا سهله جدا جدا جدا. طيب التمرين رقم 3 هنا بقول لي part 1 check. حط بقى هنا يلا احط ايه؟ استخدم am واز وار، واستخدم ايه؟ استخدم ايه؟ I am، واستخدم he is وshe is. يلا I am happy. ها huh? She is hot. ها huh? He is nice. ها huh? I am hungry. ها huh? She is tired. Hmm? You are sad. 7 I am cold. She is nervous. He is sick. I am funny. تمام ده كله طبعا نستخدم فيها ايه؟ ام واز وايه؟ واه. هنا جايب لي صور الولد ده اللي بياكل بيقول هي از هانجري هو جعان، دي مالها؟ شي از تايرد. هنا استخدمت معاها ايه؟ صفات. تمام بيقول لي بارت 2 شير سم سنتنس وذ بارتنر اي ام، بيقول لي اتكلم مع شويه جمل انت وزميلك او انت وشريكك على الايه؟ على كلمه اي ام. انا هكلم هنا اي ام هانجري because I am fast today. I am thirsty because I fast today. I am happy. I am not sad. I am tired because I wake up early. I am thirsty. مشرب. فانا صخري منتي. انت عشان مشرب يلا. قولي. I am excited because the holiday. تمام. Part 3 tell the class a few things about your partner. هنا بقول لي انت اتكلمت عن نفسك، اتكلم بقى عن شريكك. انا هتكلم على شريك هنا. She is my daughter هنا. She is my friend. She is nice. She is very intelligent. She is tall. She is smart. She is cute. يلا. He is my father. He is my friend. He is my مش لازم صفات. He is tall. He is smart. Very much. He is kind. Thank you, Sam. طيب نكمل. يبقى انت لازم تمارس المحادثة في البيت. تمارس والفيديو هيتبعت، لو انت عايز تبعت فيديو ابعت فيديو بالطريقة دي. تمام؟ أو جمل. Exercise 6 warm up تسخين يعني. Circle the correct answer. One sentence has two answers. طيب هنا بقول لي how many people. بقول لي هنا كم عدد الناس هنا. We are ready. انت شايف هنا one ولا two ولا three or more. We are more. ده عدد. نحن نكون ده ضمير جمع. We. You are ready. One, two, three or more. هنا لا هنا هو قال لي فوق ايه؟ بعض الجمل تحمل اجابتين. ممكن اقول one او more. لان يو معناها انت او انتم. they are ready. ها اقول ايه؟ two or more. طيب مش بقى ضمائر الجمع المرش خاص بين النهارده. احنا خدنا الاي والهي والشي، هنا اليو الوي واليو والار دي ضمائر ايه؟ ضمائر جمع بياخدوا كلهم ايه؟ ار. وي ار هير نحن نكون هنا. يو ار هير انت تكون هنا او انتم تكون او انتم انت وانتم. بس احنا بنتكلم على الجمع، خدناها في المفرد. they are here يعني هم يكونوا ايه؟ هنا. plural means two there or three or three. بيقول لي الجمع يعني اثنين او ثلاثه او اكتر. احنا عارفين عندنا في الانجليش ما عندناش مثنى، عندنا في العربي مفرد مثنى جمع. في الانجليش مفرد اثنين على طول جمع. اليو وي يو اند ذي ان ريفير تو بيرسونز تو بيرسونز بتشير الى اثنين او اكتر من اشخاص. تعال نشوف بقى الامثله. بقول لي سام اند اي. سام ده واحد واي انا، يبقى ناخد ايه على طول انت مغمض تاخد ار. ليه؟ لان سام اند اي ممكن تحل محلها ضمير الفاعل وي ار هير. سام اند ار اند اي ار هير. حد يقول لي سام ده مفرد حط له از؟ لا، سام اند اي سام وانا ده ايه؟ ده ضمير جمع.
وي بيقول لي سام اند اي، هنا تعادل سام اند اي، اشيلها واحط او سام اند اي. سام اند يو ار هير، سام وانت موجودين هنا. طب سام سام وانت معناهم ايه؟ انتم تكونوا هنا، تعادلها ايه؟ يو. بيقول لي يو سام اند يو، يو كان بي سينجر اور بلاور. يو ممكن تكون مفرد زي ما خدناها او جمع زي ما احنا بناخدها ايه دلوقتي. سام اند ليزا، سام اند ليزا ار هير، سام وليزا هنا. نعبر ايه الضمير اللي يحل عنهم؟ ذي، هم يكونوا هنا. يبقى سام اند اي يبقى وي، سام اند يو تبقى ياخد يو، سام اند ليزا ياخد ذي، هنا اند اي تاخد ناخد وي، هنا اند اي هير. انت قول الجمله بتاعتها هنا. وي وي ار هير، هنا اند يو هير ار هير، يو ار هير، هنا اند جنى ار هير، they are here. They are here. مش كده مع نفسك، هتكلم مع الجملة نفسها. اكسر سايز. وقف الفيديو وايه؟ شوف التدريبات حلها. هنا بقول لي اختار لي اند بيل، اختار زي ولا وي؟ هم بقى انا مشيهم. طيب اليس اند اي اختار ايه؟ وي طبعا نحن انا معاهم. مستر اند مسز مارتن اند اي وي كلنا بقى، انا طبعا انا اي باخد وي، طبعا انا اي معاهم هاخد وي. يو اند دكتور طاهر، ادي يو اند دكتور طاهر بيتكلم عني، يو انتم تمام كلام عنك انت. توني اند شي، بس انا مستر مش جايب هنا مش هادي بتاعتي. يو اند دكتور طاهر اهي، ما يو اهي. توني اند شي، توني اند توني وهي يبقى هم. اقول ليه؟ ذي. توني اند يو، يو يعني ايه؟ انتم يعني ايه؟ مهم جدا التدريبات دي يا جماعه اكتبوها عندكم. طيب هنا بقول لي كمل وي ار ريدي، هنا هبص لمين؟ هبص لضمير الفاعل. وي بتاخد ايه؟ are. طيب اي ها؟ ام هي از، كمل الجمله كلها. هي از هابي، ها؟ زي ار سيك، شي از هوم هوم سيك. عبدول ام تكا are home sick. تمام. You one person. هقول بقى all person. هو هنا بيقول لي خدك، لا هنا يو عامة، هو بيقول لي يو هنا معناها one person، سواء one person او جمع هاخدر ايه؟ هتاخد are. ها يو بيقول ان هو two person برضه هتاخد ايه؟ are. هي هي ها؟ ما بيفرقش. You and I we لا are. هو عايز verb to be هنا. Already. You are, you are, برضو you are, ها؟ It. It is hot. It's Sarah hot. And I. Are late. You and family. Are tired. And Emily. Are tired. Look, grammar, write sentence. اكتب جملة على ما اعتقد. هنا جايب لي ايه؟ جايب لي حاجات وانت تعمل جملة. هنا بيقول لي he و here. استخدمه وحط ايه؟ وحط verb to be. هحط ايه؟ he is here. اللي بعدها. They are. absent غائب. She is sick. I am homesick. Homesick يعني مريضة. You and I are homesick. We are late. Jack are hungry. يا سلام. Jack ده ايه؟ Jack is hungry. You one person you are early. سواء one او two تختار are. You are early Mr. Mr. and Miss Nelson are late. Amy and I are late. آخر تمرين 10. Read the sentence and circle yes or no. ولنا كندا، فانكوفر، ايسلاند، يونايتد ستيت، تورونتو. جايب لي هنا بيقول لي كندا is a country yes or no. No. طبعا يس. Yes. Country دولة. تورونتو is a city مدينة. Toronto. Yes.